انا ما هي اليوم الوطني للشهيد 18 فبراير بمساهمه من الجيش الوطني الشعبي نظمت محافظه الغابات حمد الشرير ل 2500 شجيره على مستوى منطقه فرمزقه ببلديه الزور. العمليه يعني كما طلعت فيها يساهم فيها العديد من الجمعيات النشطه هنا على مستوى الولايه بالاضافه الى افراد الجيش الوطني الشعبي وافراد الحمايه المدنيه.